وتفقد الطير فقال ما لي لا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، اسمحوا لي ان اكون بحسن صحابتكم هذه الليلة القرآنية المباركة في ليلة تكريم الام الطيبة الطاهرة التي رحلت عن دنيا الناس الى رب الناس، الى رب راض غير غضبان، حرم المرحوم الحاج المعلم حسني همام. مشاركة منا للأسرة الكريمة والعائلة الكريمة، ونيابة عن ورثة المرحوم فايز حسني همام، ونيابة عن المعلم زنهم حسني همام والمعلم ناصر حسني همام، نقدم خالص الشكر والتقدير لكل من جانا وقدم واجب العزاء. أسرة الفقيدة الراحلة تتقدم بخالص الشكر والتقدير للسيد معالي المستشار محمد بيك حمدي الذي جاء وقدم واجب العزاء. استضفنا لحضراتكم علم من اعلام تلاوة القرآن الكريم في مصر والعالم الاسلامي، صاحب المدرسة الغانمة بالمقامات والروايات، فاكهة قراء محافظة الشرقية، بل فاكهة قراء جمهورية مصر العربية، قارئ اتحاد الاذاعة والتلفزيون المصري والعالم الاسلامي، فضيلة القارئ العلم الدكتور محمود محمد صابر المقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية. والآن إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، أدعو فضيلة القارئ العلم الدكتور محمود محمد صابر لاعتلاء منصة التلاوة ليمتعنا بمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أدعو الله لفضيلته بالتوفيق ولي ولحضراتكم بحسن الاستماع. فليتفضل صاحب الفضيلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في No.
نحن عصبة إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين
إذ قالوا ليوسف وأخاه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة
أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني
تنبئن وصدوا عنك
وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى يا هذا غلام قال يا بشرى يا هذا غلام وأسره بضاعة والله عليم بما صبر جميل والله المستعان على ما تصفون وأسره بضاعة والله عليم بما يعملون
والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. دراهم معدودة. كانوا فيه من الزاهدين. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه على أمري. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله. قال معاذ الله.
وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى
ولقد همت به وهم بها لولا الرئي برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء أو الفحشاء كذلك لنصرف عنه السوء كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوء يسجن أو عذاب أليم ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم شهد شاهد من أهلها
وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكم فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت حقا إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمسمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. عشنا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه التلاوة العطرة وآيات الله البينات من كتاب الله العزيز الحكيم من الكتاب المحمود الذي نزل على قلب النبي المحمود بصوت القارئ العلم الدكتور محمود محمد صابر المقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي. نقلناها لحضراتكم من داخل السرادق المقام والفراشة الذهبية الحديثة فراشة الحسيني إدارة المعلم يحيى محمد جمال المقيم بميت القرشي ميت غمرة محطات الديزل الكبرى والإنارة الحديثة وأكبر محطات الديزل العالمية صاحبها الحاجة السعيد شحاتة سالم إدارة البشمهندس حمادة السعيد شحاتة سالم المقيم بميت القرشي مركز ميت غمرة خدمة الفندقية الممتازة المتنقلة عبر الجمهورية متر المهندس المحترم احمد الشعار المقيم بميت القرشي ميت غمرة. سوف تنقل هذه الليلة القرآنية المباركة على موقع المبدع المهندس احمد الجعبري.
نقلناها لحضراتكم تكريما لهذه الروح الطيبة الطاهرة، روح الأم الغالية التي أدت ما عليها وعاشت في معية القرآن الكريم، حرم المرحوم المعلم حسني همام، نيابة عن الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة، نيابة عن أسرة المرحوم فايز حسني همام والمعلم زنهم حسني همام والمعلم ناصر حسني همام، يتقدمون جميعا بخالص الشكر والتقدير لكل من جانا وقدم واجب العزاء. أسرة الفقيد الراحل يتقدمون جميعا بخالص الشكر والتقدير لمعالي الوزير المستشار محمد بيك حمدي الذي جاء وقدم واجب العزاء.